في اس 111 درس الناس مهاني. موضوعنا اليوم عن تبلز. سامعيني؟ يا دكتور مسموع. قبل ما نبلش بي سؤال الليست اللي اعطيتكم اياه باخر المحاضره الماضيه وبعثتوا لي اياه، في ناس كثير محولته للسيت لانه هيك جابوه من النت. احنا لسه ما اخذنا السيت، انا بدي تشتغل على الليست زي ما هي ليست. عندك تو ليست بدنا تقاطعهم واتحادهم بدون ما نحولهم لست، لانه لسه احنا ما اخذنا الست. الست بناخذها ان شاء الله الاسبوع الجاي. اذا انا عندي تو ليست، او بيمنش تكرار فيها نفسها. هاي تو ليستس، هاي الليست الأولى. هاي الليست الثانية. بدنا نشوف وين تتقاطع هدول التولتس، وين الاتحاد لإلهم. الاتحاد يعني كل العناصر بدون تكرار، التقاطع يعني وين العنصر اللي مكرر بالتو ليست. ماشي، التقاطع وين، شو من العناصر المفروض يطلعوا معانا؟ الاثنين والخمسة، هدول العناصر اللي المفروض يطلعوا معانا. إذا تقاطع التو ليست اللي هم المفروض يطلعوا معانا الاثنين والخمسة. مين يحكي لي كيف ممكن أحله؟ هاي ال 3 بتساوي امتي ليست، بدي التقاطع احطه ب ال 3، بدي امشي على الليست وحده منهم واشوف اذا موجود العنصر بالليست الثانيه معناته حط لي اياه، صح؟ 4 اي ان ال 1، اذا كان الاي موجود لكل عنصر ب ال 1، اف الاي موجود ان ال 2 شو بدي اعمل؟ اذا لكل عنصر ب ال1 اذا كان موجود ب ال2 شو اعمل؟ ضيفه على ال3، اذا شو اكتب؟ ال3.append i. ال3.append للاي. ايش اسمك؟ معتصم شبول. معتصم. اذا ال3.append ل الاي، اذا كان العنصر لكل عنصر بال1 بدي اشوفه هل هو موجود بال2، اذا موجود ضيفه على ال3. بس خلصت شو بدي اعمل؟ برنت ل ال3، برنت ل ال3 نشوف اذا شغلي صح. شو المفروض يطلع معنا الاوتبوت؟ القيم المكرره اللي هي الاثنين والخمسة، الاثنين والخمسة، إذا أعطاني اثنين وخمسة. ماشي الحال؟ طب لو كان هون عندي مكرر مثلا خمسة وجيت عملت شو أعطاني؟ اثنين خمسة خمسة تقاطعهم، اثنين وخمسة وخمسة. طب لو ما بدي تظهر خمستين؟ إذا الـ i n ال 2 اذا كانت موجوده بال 2 ولساتني ما اضفتها ل ال 3 and i not
in L3 dot append لل I. نجرب هيك. اثنين وخمسة. إذا الآي موجودة بال2 أنا لسه ما أضفتها إن ال3، ما أضفتها لل3، معناته أبند للآي. طيب هيك أنا شفت تقاطعهم اللي هو الاثنين والخمسة. طيب اتحادهم بدنا ال4 نحط فيها الاتحاد. أنا شفت حلولكم عشان هيك بحكي لكم، في ناس كثير محاولينها للست ماخذينها من النت، ما بدنا هيك، إحنا بدنا نشتغل على الليست، لسه ما أخذنا الست. العلامة اللي نزلتها مش علامة هاي الوظيفة، في ناس مفكرين انه هاي الوظيفة، العلامة اللي نزلتها هي علامة الوظيفة الأولى، الورك شيت الأولى. مش كان عندي الوظيفة الأولى ورك شيت 1 and 2. هاي العلامة للوظيفة الأولى. ماشي الحال؟ الوظائف كلها رح آخذ علاماتها، اللي بيسألني كيف رح تكون العلامات. الوظائف كلها رح آخذ علاماتها، رح أسامحك بوحدة منهم. ماشي؟ علامات الوظائف يعني ممكن احط لك 10 ويكون عندك خطا يعني، وانا بصحح هذيك المره مثلا في فرع خطا، ماشي بمشي الوظائف مش زي الكويزز. اوكي، المهم انه مجموعه هالوظائف راح احسبها من 20. مجموعه الكويزز احنا اخذنا كويز، ويوم الاربعاء اللي هو بعد بكره بدي اعطيك كمان كويز، هدول التو كويزز برضه بدي احسبهم من 20. الاربعاء في حد عنده امتحان بموعد محاضرتنا؟ دكتورة زي الكويز اللي فات؟ على الاي ليرنينج. في حد عنده موعد محاضرتنا امتحان؟ المدير اعطيك ساعة. اعطيك ساعة، سؤال واحد راح اعطيك ساعة، بدوش يعني شيء. بدكم اياه موعد محاضرتنا ولا بدكم مثلا المساء عشان ما يكونش حدا عنده امتحان، يعني ممكن اعمله على السبعة؟ لا دكتورة موعد المحاضرة احسن. موعد المحاضرة. ماشي على الاي ليرنينج راح يكون عندك كويز ثاني، هدول التو كويزز راح اخذهم من 20، والوظائف راح اخذهم من 20. ماشي، و10 علامات على مشاركاتك. دكتورة طب على ايش دكتورة السؤال راح يكون؟ على الليست والتبل، الليست اللي اخذناه المرة الماضية والمرة اللي قبلها، والتبل اللي راح ناخذه اليوم هو بيشبه كثير الليست بس في اختلاف بسيط بينهم. دكتورة انا السؤال اللي انت بتحلي فيه انا حليته، بس حطيت انه الليست انا اللي ادخل الارقام، يعني ما حطيت ليست معينه. عادي عادي، ممتاز، احسن واحسن. لانه انا ما كنت بعرف انه في لستتين للارقام، فانا حطيت انه ادخل عدد معين من الارقام وهو يعني هو يكمل. يعني اذا بدك ببعث لك الحل يعني كامر. مو مشكلة، السؤال مش طالب منك، مش محدد لك انت بدك تدخل ولا عندك ليست جاهز، بغض النظر شو العناصر الموجودين عندك، الكود يمشي على هدول التو ليست. عندنا تو ليست، بدنا تقاطعهم بدنا اتحادهم، هاي كتبنا كود عشان يوجد تقاطعهم. ماشي ماشي تمام. هسه بدنا اتحادهم. يلا مين يحكي لي الاتحاد اللي هو انه بنضيف عناصر المجموعة الاولى على عناصر المجموعة الثانية، بس بنشيل التكرار. ممتاز. إذا أول إشي خليني أنسخ عناصر L1 لمين؟ لـ L4، صح؟ عشان أنسخهم شو أعمل؟ 4i in L1 L4 dot L4 append لمين؟ الآي. لـ الآي. هيك نسختهم. شو ضل علي؟ بدي أشوف أمشي على L2. كل عنصر لسه مش موجود بـ L1 ضف لي إياه، صح؟ 4i in L2. هسا كل عنصر بـ L2 بدي أشوف هل هو موجود بـ L1 بـ L4 ولا لا؟ إذا مش موجود ضف لي إياه. If i not in L3، لسه احنا ما ضفناهوش L4 سوري، اذا لسه ما اضفته على L4 ضف لي اياه على L4. L4 dot append ل LI. نشوف نتأكد print L4.
بالي. في تكرار صار 1 2 5 3 4 5 6 8 7. طيب من وين اجى هذا التكرار؟ لانه الون اصلا فيها تكرار، لانه الون اصلا فيها تكرار، فهدول الخمستين اجوا من الون. اذا كان ممكن هون احط شرط اذا ما بدي تكرار حسب السؤال. حسب السؤال اذا محدد لي انه ما بده تكرار معناته بدي احكي له اذا كانت الاي نوت ان الفور، اذا انا لسه ما اضفت على الفور ضف لي اياها. هيك خلصت من الليست الاولى. بعدين الليست الثانيه اذا لسه مش موجود هذا العنصر ضف لي اياه. نتاكد الاندنتيشن بسطر 18 اتوقع انه غلط. ايوه هاي عندنا الاندنتيشن ممتاز. هاي هيك انا لغيت التكرار. يعني السؤال المفروض يوضح لك بده تكرار بدهش تكرار. الاتحاد اكيد انه انا بتكلم بالتكرار، بس العنصر الموجود اصلا مرتين بهاي الليست بدي اياه ولا بديش اياه؟ هذا السؤال المفروض يوضح لك اياه. اذا هيك شفنا اتحاد تو ليست وتقاطع تو ليست. ماشي، انتوا لهون اخذتوا الماده النظري. نيجي هسه لموضوعين جداد، واحد اسمه تبل رح ناخذه اليوم، وواحد اسمه سيت رح ناخذه الاسبوع الجاي. حطيت لكم فيديو في الموضوعين مع بعض، التبل والليست. حطيت لكم فيديو في الموضوعين مع بعض اللي هم التبل و سوري مش الليست، السيت. التبل والسيت، الليست موجود من اول عندك. طيب التبل بيشبه الليست بس ايش؟ انه خلاص هذا الكود هاي خليني اكبر لكم اياه، ما بنقدرش نعدل عليه بس. ايوه ممتاز. معتصم انت؟ معتصم. اذا التبل والليست بيشبهوا بعض بس انه الليست قابل للتعديل بينما التبل ام ميوتابل يعني غير قابل للتعديل. هذا الفرق الاساسي. والفرق الثاني الشكل. هون نستخدم هاي الأقواس البراكتس بينما هناك رح نستخدم القوس العادي. اللي بيميز التبل إنه لازم يكون في فاصلة، لازم يكون في فواصل بين القيم. الليست فيها فواصل بس التبل فعليا مش اللي بيميزه القوس، بيميزه الفاصلة، القوس مع الفاصلة. يعني لو أنا ما حطيت قوس بس حطيت فواصل بينعرف إنه هاي تبل. ماشي، بينعرف إنه هاي تبل. Tables are simply immutable lists. They are printed with comma. You know you can't accidentally change one. إذا ممنوع إنك تغير عليها. Everything that works with a list works with a table except methods that modify the table. إذا كل إشي استخدمناه للليست بقدر أستخدمه للتبل ما عدا الأشياء اللي بتعدل. يعني مثلا الإندكسينج مثلا اسم الليست أوف كذا، بصير آخذ اسم التبل أوف كذا. العنصر معين بصير. ماشي، اذا ممكن اخذ الاندكسنج السلايسنج واللين مثلا. اللين مثلا اوكي نقدر ندمج بينهم صح، اعمل كونكاتينيت، اعمل ستار، هدول كلهم موجودات بقدر. ايش اللي مش موجود؟ اللي بيعدل زي ابند اكستند ديل اللي بتعدل. لا ديل موجوده بتحذفها كامله. الابند والاكستند ممنوع اني استخدمهم. ماشي، for table you can think of comma as the operator that makes a table where the أقواس simply acts as a grouping. لو حكينا my table equal 1.2 وحاولت اطبع my table رح يطبعها هيك مع أقواسها، اذا فهم انها هي table. اذا table فيها عنصر واحد ما تكتبه لحاله، اكتبه وحط بعده فاصلة. My table equal 1 اعتبرها table أقواس وبينهم واحد. بينما لو حكيت my table equal أقواس بينهم مثلا قيمة واحد، هاي بيعتبرها integer واحد مش table. ماشي، إذا بدك إياها table حط العنصر فاصلة، هيك بميز إنها table. مثلا 10.12 بيعتبرها table. table equal 2.3 بيعتبرها table. واحد لحالها لا تعتبر تبل، واحد فاصلة تعتبر تبل. هل ممكن يكون عناصر التبل من أنواع مختلفة؟ نعم،
هل ممكن يكون عناصر الليست من انواع مختلفه؟ نعم. x فاصل y equal a فاصل 3.14%. الx شو قيمتها؟ الa. والy شو قيمتها؟ 3.14%. اطبع x وy راح يطبع الa و 3.14% كتبل. ماشي؟ اذا ممكن اطبعهم مع بعض، ممكن افصلهم عن جروبينج، وممكن اعمل جروبينج لهم. اذا شكل التبل هاي مثلا t1 equal 2.4 هاي عبارة عن تبل. ممكن أعملها برنت، ممكن أعملها برنت. هاي رن، هاي طبع لي إياها كتبل. لو حكيت t1 dot append مثلا 9، شو أعطاني؟ error. تبل object has no attribute append، ما في إلها append. اوكي، إذا ممنوع هاي الجملة، ممنوع أضيف على تبل. نعم يا عبد المنعم، عندك سؤال؟ دكتورة يعطيك العافية، بس ممكن تكبر الخط شوي لأنه من التليفون يبين صغير كثير. هيك اوكي؟ نعم يعطيك العافية. مثلا برنت t1 of 0 هاي رن، شو اعطاني t1 of 0؟ العنصر رقم 0 اللي هو 2. بصير هذا الاندكسينج برنت t1 0 فاصلة نفسه. هذا السلايسنج شو راح يعطيني؟ من 0 لحد الاثنين، قبل الاثنين اللي هي 0 و1 راح يعطيني 2 و4. اوكي، اذا هاي بالنسبه للتبل. لو حكينا t2 equal هاي ليست في جواها علي رقمه 333 ومعدله 98.77 معدله مثلا 77 بصير يكون عندي list of table. بصير table of list، بصير table of table، list of list بصير. لو حكيت بدي سامي، هاي كيف اجيبها؟ سامي، طيب سامي ومعلوماته كلها، سامي و7 7 7 6 6 شو اجيب؟ نكتب t2 t2 الاقواس المربعة هاي رقم 1. ممتاز. شو اسمك؟ معتصم. عيش لمعتصم. برنت t2 للواحد، العنصر رقم 1، هاي عندي رن، اعطاني سامي 7 7 7 6 6. طيب بدي بس كلمة سامي، نرجع نفتح أقواس مربعة، حط صفر فيها. هاي أقواس مربعة شو أحط؟ صفر. ممتاز. صفر. مين اللي حكى صفر؟ اثنين حكينا. مين؟ معتصم ومين؟ هاشم. نعم هاشم. هاشم هاشم ايش؟ هاشم الروسان. في الحال اذا هيك انا وصلت لسامي. هاي مهمه عشان اخر سؤال بالورك شيت. عندي ليست اوف تابلز، بدي اوصل لقيم معينه فيها.
هاي مهمة عشان آخر سؤال بالورك شيت. نشوف الورك شيت. بدي أبلش بالسؤال الثاني. Write a Python program to find the repeated items of a table. بدي العناصر المكررة بتابل معين. Write a Python program to find the repeated items of a table. هاي عندي T1 بتساوي 3.4.3.5.6 وهاي عندي 5 ماشي. بدي وين العناصر المكررة؟ كيف نفكر فيها؟ نعمل فور لوب أول شيء أكيد ماشي. معتصم صح؟ معتصم. طيب العناصر المكررة بدك تخزنها بمكان؟ مش عارف يعني السؤال لازم نخزنها بمكان. أنت حر، المهم إنه بدك تطبع لي العناصر المكررة. نحطه مثلا بليست. بليست ليش بليست مش بتابل؟ التابل ما بقدر اضيف عليها، لانه التابل ما بقدر اضيف عليه. هاي النقطه ممتازه، اذا انا ما بقدر اضيف على التابل، فعشان هيك انا بدي اخزنهم بليست واطبع هاي الليست. ما بدي اطبعهم مباشره، لانه اذا بدي اطبع مباشره لازم انه بديش اطبع التكرار، فخليني احطهم بليست اتجنب التكرار وبعد هيك اطبعهم ماشي. هاي عندي L1 equal هاي empty list. شو أعمل؟ For I in T1. For I in T1. هسه في طريقة أنا بستخدم فيها هون الكاونت. بحكي مثلا T1.count I if يعني if T1.count if T1.count لا ال I أكبر أو يساوي 2. أكبر من واحد يعني أكبر أو تساوي 2، إذا عددهم أكثر من واحد فمعناته هذا العنصر مكرر صح؟ آه. L1.append I L1.append I. هسا بنحكي إذا بدنا نتجنب التكرار بدنا نضيف هسا 10. طيب هسا خلصت، شو بدي أطبع؟ print لمين؟ L1 لا ال L1. إذن إذا كان العدد لهذا العنصر أكثر من واحد ضيف لي إياه على الليست. هاي عندي شو أعطاني 3.3.5.5. يا معتصم بدي أتجنب التكرار، شو أحط هون؟ إذا T1.count أكبر من واحد and شو؟ لسه ما أضفت هذا العنصر على الليست صح؟ and ال I not in إيش؟ T1. L1 إذا كانت الآي لسه مش موجودة بالL1 ضيفها على الL1. نتأكد أيران أعطاني 3.5. إذا هيك جبت العناصر المكررة، جبنا العناصر المكررة. طيب واضح؟ طيب إذا كان السؤال نعم نقدر نستخدم الكونتينيو. إذا إيش؟ وين بدك تحط الكونتينيو؟ إذا إنه كان مثلاً مكرر يفشق عنه يعمل continue. بدك يعني تفصل هذا الشرط لحاله. بصير يعني بدك ترتبها ممكن بس. عادي بس رتبها. طب إذا السؤال بالعكس، حط لي العناصر اللي مش مكررة. السؤال هون بيحكي لنا حط لنا العناصر اللي مكررة. طب إذا بدي العناصر اللي غير مكررة نحكي أكبر من واحد. أكبر من واحد يعني إذا الكاونت إلها إيش؟ إذا الكاونت كم؟ إيكوال واحد. تساوي واحد. ممتاز. إذا الكاونت of I إيكوال 1، إذا كان العدد واحد and I not in L1 معناته L1 dot أبين. نتأكد الأربعة والستة. الأربعة والستة لو شلت هذا الشرط تضبط معنا ولا لا؟ إذا كان العداد واحد يعني أصلاً ما فيها تكرار. هيها أربعة وستة دام العدد واحد أكيد أنا لسه ما أضفتها على الليست ماشي؟
هذا حل السؤال الثاني من الوركشيت. طيب بده يصوره، هذا عكس السؤال، كنا هون حاطين اكبر من واحد. ولا عكسه؟ نعم حل السؤال ولا عكسه؟ هذا عكسه، كان السؤال بدنا العناصر المكررة، بالأول حلينا العناصر المكررة وهذا حلينا العناصر غير المكررة. شو كنا عاملين؟ هاي كانت صبرنا. أكبر من واحد and I not in الون. هيك جبت العناصر المكررة اللي هم الثلاثة والخمسة. ماشي الحال؟ معاي؟ بدي أحل لكم كمان سؤال، ضل 10 دقائق من المحاضرة وبتحل أنت الوركشيت من هون للأربعة، عشان الأربعة بدك تمتحن فيها يعني بالليست والتابل. طيب خلينا نشوف سؤال، بدي أكتب function. هذا الفانكشن يستقبل قيمة واحدة اللي هي نصف القطر. طيب بدي أرجع قيمتين اللي هم المحيط للدائرة والمساحة. طيب طول عمره الفانكشن بيرجع قيمة، بس أنا بدي أرجع قيمتين، إذن رح أرجعهم على شكل تبل. ماشي، بدي أرجع قيمتين على شكل تبل. كيف يعني على شكل تبل؟ يعني القيمتين وبينهم فاصلة، بقبلها بالبايثون بقبلها. إذا ممكن أستخدم function يرجع قيمتين. define function سميته مثلا circle. كم قيمة بده يستقبل؟ بده يستقبل نصف القطر، إذا r بس قيمة واحدة. ماشي، شو بدنا نعمل بهذا function؟ بدي أحسب area وبدي أحسب circumference. لازم السؤال يكون معطيك القانون. area يساوي باي في نصف القطر تربيع، صح؟ 3.14% إذا أنا حافظ الباي في آر في آر. السيركمفيرنس 2 باي من قاف يساوي أيوة 2 ضرب 3.14 ضرب الآر، 2 باي في نصف القطر. هسا إيش؟ ريتيرن لمين؟ اريا فاصلة سيركل. هيك بتكون رجعتهم كتبل قيمتين، سواء حطيت الأقواس. دكتورة اسم الفانكشن عندك خطأ، بدك تحطي underscore بعد الفان أو تشيل الفراغ. دم سيركل سميته سيركل، سميته اسمين، ديم سيركل ار الاريا والسيركمفيرنس وريتيرن للاريا والسيركل. طيب هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نستدعي هذا الفانكشن برنت سيركل. حكيت برنت واستدعيت سيركل ووديت له نصف القطر. طبعا نصف القطر المفروض الافضل انه يكون نكون قارئينه. R1 equal int input enter value ملأ R1. ماشي، إذا قرأت قيمة استدعيت سيركل وديت له R1، هاي عنا enter value، دخلت نصف القطر مثلا 3.7 عشان انتجر فلوت خليها ايرن انتر فاليو، دخلت 3.7 هاي 3.8 مثلا، اعطاني قيمتين. القيمة الأولى هاي ايش راح تمثل؟ الاريا، والقيمة الثانية سيركل. إذا طبعت الاريا والسيركل. اوكي؟ هاي قيمة الاريا وهاي قيمة السيركل. ممكن احكي اكس فاصلة واي ايكوال سيركل
R1. طيب وأحكي print area تساوي إيش؟ X. print circumference تساوي الواي. شوف هون كيف طبع لي اياها كتبل بالحاله الاولى. هلا دخلت مثلا 4.5 او اي قيمه بدك اياها. هاي الحاله الاولى لو انا عملت برنت مباشره راح يطبع لي اياها كتبل. لو انا فصلتهم هاي عندي اخذت الاكس لحالها القيمه الاولى والواي لحالها القيمه الثانيه. اطبع اريا بتساوي القيمه الاولى، سيركمفرنس بيساوي القيمه الثانيه. اذا استفدت من التبل باني ارجع اكثر من قيمه من الفانكشن. طيب نشوف الورك شيت على السريع احكي لكم افكارها. السؤال الاول you can express a fraction as a table. الفراكشن اللي هو الكسر، نوميريتر ودينومينيتر اللي هم البسط والمقام. اي كسر مثلا 2 على 3 انا ممكن اعتبره تبل. الاثنين هي اللي هي البسط فاصلة 3 اللي هو المقام. إذا بحكي لك اعتبر الفراكشن كتبل. Write a function that adds two fractions that are passed as tables. Write a function that multiplies two fractions that are passed as tables. هلا بالرياضيات عشان تضرب كسرين ببعض شو بتعمل؟ البسط ضرب البسط، المقام ضرب المقام، صح؟ ماشي. بدي أكتب function. بدي اشيل لك الزائد. دكتوره نعم الحل اللي هسه حليتي لنا اياه تبع الدائره بالاسئله هذول ولا لا؟ اللي من شوي اللي هو السؤال الترانسفير لا بس عشان اعطيك فكره هذا الفراكشن ماشي. هون بدي استقبل تبل، هناك بدي ارجع تبل، هون بدي استقبل وارجع اذا بدك ترجع تبل ماشي، هناك بس ارجع. طيب خليك معي شوي اذكرهم بسرعه. نعم متى اخر موعد تسليم هذا الواجب؟ ياك تحلوه الاربعاء قبل الكويز عشان تكونوا يعني دارسين عليه، عرفتوا؟ تمام. يعني بجوز اخلي لكم اياه الاربعاء مفتوح مش مشكله، بس انه انا بدي اياك تكون دارسه عشان الكويز. خليه للخميس افضل شيء. خليه للخميس ولا يهمك، بس المهم انه تكون دارسه عشان الكويز. نعم تمام دكتوره. بكره عندنا اوبجكت، يعني الاغلب لو ناجل الكويز عندنا امتحان مد بكره اوبجكت، وهي في كمان هسه اسايمنت. طيب ليش ناجله؟ الاسايمنت خليها مفتوحه، بخلي لك اياها للاحد الجاي مش مشكله ماشي، بس انا بدي تتدرب على فكره التبل. اذا انت فهمت علي خلص كويس ماشي، بس بدك تحاول تتدرب شوي عشان الكويز. ما بدي اجله، بفضل الاربعاء يكون. طيب اذا بدك اجله للخميس بس اكثر من هيك لا. شو بدكم الاربعاء ولا الخميس؟ لا خلص خلينا الخميس. الاربعاء يا دكتور الاربعاء خلص، الاربعاء موعد المحاضره، اما الوظيفه بخلي لك اياها عادي للاحد مو مشكله. طيب دكتوره نعم بدك تنزل محاضره بدك مسجليتها؟ مسجليتها خلاص تمام. دكتور هسا كم مدة الكويز؟ أعطيكوا ساعة، من 3:30 ل4:30 منيح؟ أوكي تمام. كمان عندكوا أسئلة؟ كل شيء يعني أحكي عن الأسئلة أحكي ولا لا؟ يلا ضايل معنا دقيقتين إلا، خليني أحكي بسرعة، أوكي؟ السؤال الأول هاي اختصرت لك إياه، الجمع فيه توحيد مقامات، منا بس الضرب، اكتب function بده يضرب two fractions، شو هم الفراكشنز؟ بسط ومقام وبسط ومقام. هذا الفانكشن يستقبل الفراكشن كتبل، كم تبل راح يستقبل يا جماعة؟ اثنين، يعني كل كسر في بسط ومقام، في بسط ومقام، إذا two tables، كل تبل في numerator ودي numerator، أوكي؟ إذا كل كسر في بسط ومقام. معاي؟ بدي أستقبل كسرين، بدي أوجد ناتج ضرب هدول الكسرين، إذا برضو بدي أرجع عندي فراكشن، هذا الفراكشن البسط راح يكون ناتج ضرب البسط في البسط،
المقام راح يكون ناتج ضرب المقام في المقام. طيب هذا السؤال الأول، واضح ولا لا؟ السؤال طيب مش طايل الوقت، خلينا نفتح سيشن جديدة، بدي أقرأ لكم الأسئلة. أوكي.